من الحدود السورية ينضم إلينا الصحفي عامر الهوادي. أهلا بك. ما حصيلة المجزرة التي ارتكبتها الطائرات الروسية في حي الكنامات؟ نعم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين الأكارم. أبدأ معك، أو كلما أردنا إجراء مداخلة مع بعض الفضائيات كنا نبدأ ونقول بأن دير الزور تنام على وقع مجزرة وتصحو على وقع مجزرة أخرى، أما الآن اختلف الوضع، فدير الزور تنام على أكثر من 3 مجازر وتصحو على عشرات المجازر في ظل طيران التحالف والطيران الروسي وطيران النظام وأيضا قذائف تنظيم الدولة وأيضا استهدافات متفرقة من نعم. مدفعية النظام. أبدأ معك بالأخبار العاجلة، قبل قليل وثقنا استهداف غارات جوية لطيران التحالف الدولي ضربت مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. الغارة الأولى استهدفت منطقة التشراديق ومحيط مشفى نوري السعيد وغارة أخرى على مدرسة عبد الجبار بمحيط المصرف الزراعي، نتج عنها أصوات هزت المنطقة ولا يزال الطيران بالأجواء وانقطع التواصل بيننا وبين الراصدين في مدينة الميادين. ربما يكون هناك ضحايا كون أن الاستهداف طال مدرسة، وغالبا المدارس تكون تأوي نازحين داخليين يعني من مدينة دير الزور أو الأرياف القريبة من مدينة الميادين. كذلك الأمر، قبل لحظات طيران التحالف الدولي ضرب حي الحجين في مدينة القرية بالريف الشرقي، وتنظيم الدولة مباشرة فرض نعم. طوقا أمنيا حول المكان المستهدف، ولم ترد أنباء عن حجم الخسائر، ولكن بالعادة كلما فرض تنظيم الدولة طوقا أمنيا حول مكان مستهدف يكون هناك قتلى للتنظيم. كذلك الأمر، هناك غارة قبل نصف ساعة من الآن ضربت محيط حقل الورد النفطي ببادية البوكمال، وما زالت الحرائق مشتعلة وألسنة اللهب تتصاعد. كذلك الأمر، وثقنا قبل قليل استشهاد مدني يدعى عبد المطلب السيد إثر غارة جوية من طيران روسيا الحربي على حي الحميدية داخل مدينة دير الزور والخاضع لسيطرة تنظيم الدولة. أما بالنسبة للمجازر الأخرى، فالطيران الحربي الروسي كما ذكرت في تقريرك ارتكب مجزرة بحي الكنامات داخل دير الزور الخاضع لسيطرة تنظيم الدولة، راح ضحيتها 6 مدنيين، سقط عشرات الجرحى بينهم حالات خطرة، الحصيلة مرجحة للارتفاع لأن الإصابات يعني خطرة، وبدأت الحصيلة بـ5 الآن 6. كذلك الأمر، وثقنا حالة وفاة وصلتنا متأخرة، استشهدت امرأة مع أولادها الأيتام 3 في منطقة الكنامات عندما استهدفهم صاروخ من طيران روسيا الحربي، أيضا استهدف منزلهم في حي الكنامات، إذا امرأة وثلاثة من أطفالها. كذلك الأمر، نعم. كما ذكرتم تماما، تنظيم الدولة ما زال مستمرا باستهداف أحياء سيطرة النظام كحي الجورة فيلات البلدية، ارتقى شهيدان جراء قذائف الهاون التي استهدف فيها تنظيم الدولة مناطق سيطرة النظام. كذلك الأمر، الحال سيء للغاية بسبب وجود جرحى بالعشرات بصفوف المدنيين وجراحهم حرجة، وأيضا إمكانيات طبية يعني سيئة للغاية ومعدومة. كذلك الأمر، من بين المصابين وثقنا نساء وأطفال وكبار في السن. نعم، وصلت كذلك الأمر، الفكرة من الحدود السورية. الصحفي عامر الهوادي، نعتذر لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك.